اخبار اليوم. ويلكم تو ايجيبت مستر ديو از بروديوسر اوف سير شو ذا فيرست تايم ان ايجيبت. ويلكم تو ايجيبت اند وي هوب ا نايس شو اند وي هوب ا نايس كرييتيف شو. What about your opinion of Egypt and make the show in Egypt? هو بيقول ان الى حد ما يعني هو بقاله بس يومين هنا في مصر. هو بيقول الى حد ما ان فعلا كل حاجه تمام. الاستقبال من اول ما جم من ساعه المطار لحد الفندق استقبال جميل جدا. وبيقول فعلا ان حتى لما امبارح وصلوا الفندق بيشوفوا اللي هم محتاجينه بيريحوهم يعني على قد ما يقدروا. وفي نفس الوقت برضو بيقول ان برضو بالذات شركه فان فاكتوري بتشوف يعني اي حاجه هم عايزينها بيحاولوا على قد ما يقدروا يريحوهم ويخلوا الاستقبال يبقى مريح وسعيد في نفس الوقت. Okay, so he's asking you basically that you've basically been here just for 2 days in Egypt. ان هم فعلا للاسف الشديد هم بقى لهم بس يومين في مصر فما لحقوش ان هم يزوروا الاماكن المميزه في مصر عشان فعلا هم اول ما جم على طول بيشتغلوا وكل حاجة. فبيقول يعني بيقول بيتمنى ان اول ما الشو اول ما العرض يبتدي يوم الاربعاء الساعة 7 مساء ان هما يبقى ليهم فرصة ان هما يشوفوا بجد حاجات تاريخيا في مصر مثل زي الاهرامات والمتحف المصري. وكمان بيقول ان العرض مش هم فعلا حبوا ان هم ما يعملوش اقتباس عن حياة مايكل جاكسون. يعني هم فعلا حبوا ان هم يوروا فعلا للعالم الميوزك يعني الموسيقى بتاع مايكل جاكسون وان هم يوصلوا بالضبط مش الشو بتاعه وان هم يوصلوا ده حوالين العالم سواء هنا في مصر سواء في أي حتة في العالم. فده الهدف اللي هم فعلا عايزين يعملوه. وكمان هم بيغطوا كل التاريخ بتاع مايكل جاكسون من أغاني من صغره لحد ما كبر لحد أغاني اللي هي كانت لسه من حوالي كم سنة. فهم حبوا يغطوا كل ده. The whole breadth of Michael's music. He says thank you very much. Thank you, guys. Great show and even more amazing stuff. Yeah, thank you very much.